ارد على التليفون، ما عرفتش ارد من كتر النور اللي خارج. على فكرة بقى الباكج بتاعك ده ما عادش يخيل عليا خالص. عارف هي وسعت مني، انا عارف. كويس انك عارف. عايز اشوفك النهارده. بس انا لسه ما روحتش. مش مهم، المهم اشوفك. بعد كده بقى تعمل اللي انت عايزه. اوامرك يا هانم. تحب اقابل معاليكي فين؟ في البيت. تمام، مسافة السكة واكون عندك. مع السلامة حبيبتي. باي. الو، ايه يا مريم، ازيك؟ ازيك يا عمر، انا في كايرو. ايه ده، انت هنا؟ لسه جايب الطياره. جيتي امتى؟ مالك يا عمر، انت اتضايقت ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان انا عامله لك مفاجاه تخليك تنبسط، بس الظاهر ان انت ما انبسطتش. انت بتهزري ولا ايه؟ انا بس اتفاجئت والله، مش اكتر. انت فين دلوقتي؟ في الاوتيل. اللي هو فين ده؟ في الهرم. طيب خلاص تمام، هعمل بس مشوار، كنت واخد ميعاده من بدري، هخلصه واجيلك على طول. اوكي يا عمر، مستنيك. مع السلامة. السلامة يا عيود يا قمر، وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا عمر. طمنيني عليك، عامله ايه؟ يعني حزينة ومقهورة قوي على اللي بيحصل. مين سمع؟ كلنا على هذا الحال والله. انت جاية بقى قاعدة في مصر هنا على طول، ولا دي زيارة خطفة كده؟ لا احسن اهدى، انا خلاص مش قادرة استحمل ابدا المناظر اللي بشوفها. أعصابي خلاص هتفلف مني. المهم بطمني، أنت أخبارك إيه؟ أنا تمام، أنت أخبارك إيه؟ أنا مش جاي أتكلم عن أخباري. على فكرة رجوعك مصر المرة دي مش عشان عدياب، أنا اللي قلت لها أكلمك عشان موضوع تاني ما يقلش أهمية أبدا عن موضوع عدياب. فريدة، فريدة يا عمر. مالها فريدة؟ فريدة بتروح مننا. بتروح مننا ازاي؟ يعني أكبر من سنك شوية. هي فريدة فين دلوقتي؟ ثانية واحدة. ألو، أيا فاري. أنا مش هينفع أطلب منك إنك تعذريني، بس ينفع أطلب الناس مع صوتي عشان وحشني.
لسه طيب. مش عارف اقول ايه اصلا، انا بقول اي كلام. بل احسن من انت تسكت. مش قادر. ليه؟ انا قابلت عايده النهارده. وانا مالي؟ قالت لي حاجات لازم اسمعها منك انت. حاجات؟ حاجات ايه؟ في حد ظهر في حياتك. هي قالت لك كده؟ اه، اسمه نجيب. وانت مالك بحاجه زي دي؟ بقول لك انت مالك بحاجه زي دي يا عمر؟ ماليش اي علاقه، بس انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ ممكن؟ ايه هو اللي ممكن؟ ممكن يبقى في حد تاني. ليه؟ هو ده غلط؟ ممكن تقولي انت بقالك قد ايه بعيد؟ كتير. وهو ده ممكن؟ هتجاوبني يا عمر، هو ده ممكن؟ على فكرة انت اكتر حد ما ينفعش يسألني سؤال زي كده. عارف ليه؟ لان كل حاجة بالنسبة لك ممكنة، حتى لو مش في خيالي، حتى لو مش موجودة في اي كابوس، كل حاجة ممكنة عندي. ارجوك يا عمر ما تضغطش على الجرح، انا نفسي اشوفك مرة واحدة عندك رحمة، مرة واحدة يا عمر. الجرح عندي لسه جديد ولسه بينزف. تفهم معناته ايه؟ لسه بينزف يا عمر. فريدة، احنا محتاجين نتكلم مع بعض. انت اللي محتاج تتكلم يا عمر، انا ما اقدرش. انت ماشية؟ ايوه انا ماشية، عندي ميعاد مهم. طب انا محتاج اشوف الضرورة يا فريدة. لا والله، انت لما جيت تمشي يا عمر ما سبتش حد يكلمني، عشان كان لازم تعمل الحاجة اللي انت شايفها صح، عشان كده مشيت ومشيت براحتك كمان. فانا من حقي دلوقتي امشي، ومن حقي اعمل الحاجة اللي انا شايفها صح. يعني زي ما انا ما سألتكش يا عمر انت ما تسألنيش. عارف ليه؟ لان مش هتلاقي عندي اي رد. بس لازم تعرفي خلك بيتي وتعرف اهلي وتخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفه ولا ايه؟ هما الاثنين. حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انتي صح. ايه يا فريدة، في ايه؟ مالك؟ لا ولا حاجة. احنا ممكن نمشي؟ العشاء. معلش نعوضها مرة تانية، انا عاوزة امشي. ماشي زي ما انتي عايزة. سمحت.
في صحتك. عايزة أشرب معاك كيس، ممكن؟ بس بقولك إيه، من غير الوش القفش ده، هو أنت جاي تنبسط ولا جاي تعكنن على نفسك؟ يا بنتي ليه فاكرة نفسها مين؟ مالها بس؟ يا فاكرة كده إنها ركبتني؟ أنا تجيبني هنا وتقول لي جاية وما تجيش، ده أنا أضربها بالنار وأدفنها هنا. أنت عايز منها إيه؟ هو أنا وحشة أوي كده؟ إيه؟ مش عاجبك خالص؟ أنتِ، أنتِ ست الكل، أنتِ بمقام 100 واحدة زيي. أمال إيه بقى؟ ميرفت ما أنتِ عارفة بقى. إن جيت للحق؟ أنا ما كنتش راضية على اللي بيحصل ده خالص، بس أعمل إيه بقى؟ ما كنتش قادرة أتكلم، ده أنا ما كنتش طايقة نفسي، دي بت زبالة، ملهاش في الطيب نصيب. مش كده برضو؟ ده كده، وكده، وكده. أيوه كده، صحتك. بصحة المزاج العالي، العالي قوي. بقولك إيه يا ميرفت؟ أنا كان نفسي كده ترقصي. بس كده؟ منين عيني الاتنين؟ من هنا اهو؟ ورينا اهو؟ ايوه بقى. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ ميرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين؟ بس انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس؟ انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة، واللي تقولك لا تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقولي عليها لا تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكي لك على حكاية زمان. احكي. احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباج. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى، الناس دي كان عندهم عيل صغير، بس كان ساعتها أكبر مني بسنة أو اتنين، بس واد فرفور من بتوع بابي ومامي، بس لأجل الورد يتسأل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره،
خدت حبقتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. والباقي بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليكي. يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب جوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي بس بيفضل برضه راس حربه. في الحاله دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مره قديمه، يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بوده. اوعى ايدك انت والله، اوعى ايدك. ما تخافيش يا بنتي يا بوده، كلنا مع ميرفت. وبعدين ايمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعره من راسها. انت ما تعرفيش لما الخمره بتسوق ازاي. بس يا بنتي ده هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انت تعرفي مين ابوه؟ وانا ورايا حاجه غير ابوه؟ بقالي شهور ما ورايش اي حاجه غير المدعو ابوه. بصي انت بتقولي عليه ايه؟ زي ما تكوني بتتكلمي عن حد تاني يا رباه. اشمعنى يا بودة؟ الناس دي يا بنتي ما بيجيش من وراها غير الاذى. اهو اللي بتقولي عليه ما بيجيش من وراه غير البلاوي والاذى، ده هو اللي جاب لي حقي من ابنه قدامه تالت ومتله. الله، يعني انت شايفاه راجل حقاني بعد اللي عمله في رباب يا بودة؟ في ايه يا اختي؟ لا طبعا. عبد الفتاح الكومي يا حبيبتي عمل معاك كده عشان ما تعرضيهاش. قال يلم الموضوع بدل ما تسيحي لابنه وتدخليه في الحيطه زي ما انا عملت. بقول لك ايه؟ ده رضاكي بكلمتين يا حبيبتي عشان يلم الليله. الناس دي جلدها تخين وما بتحسش، ممكن يسيبوا التراب عشان يفضلوا مفنجلين عينيهم في ادخن تخين وما يتلطوش. عرفتي يا حبيبتي؟ مش احنا قاعدين مستنيينه؟ اه هتشوفي بعينيك. ميرفت يا بنتي يا ميرفت. مبروك يا رباب. اتكلم. سجل له كل اللي قاله وبالقانون. في يا عم عايز اطمن عليها. ما ينفعش كده، ارجعي مطرحك. جرى ايه يا عم عايز اطمن عليها؟ يا حكومه يا ايمن بيه. ايه الهلوله اللي انت عاملاها دي؟ جاية في الاسم مش في بيتكم. يا باشا مش عايزنا اطمن عليها. اسكتي. يا اسلام. امر ايمن بيه. خد المتهمين جوه على المكتب وانا جاي وراهم. هاتوا وراهم. تعالي يا باشا. اروح معاهم. اقعدي هنا ريحي شويه. حاضر. ساميه. نعم. خليها تمسك نفسها شويه وانت كمان امسكي نفسك. حاضر. كل اللي انت عايزاه حصل. اهدي بقى عشان نكمل. ربنا يستر ولاياك ويعلم قلبك. ربنا نصفك يا بابا. امال فين صفتي العسكري؟ صفتي. هات الفوطه يا ابني عشان اغسل وشي فوق شويه. شكرا عاشور، اتفضل استنيني بره. حاضر. عمل لك حاجه يا بنت؟ عيب عليك يا بنت، انا كنت شهيصتي بس اتطرقتي. ايوه بقى، ربك يمهل ولا يهمل. بس يا بنت انت وهي. وطي صوتك يا بني ادم، انت مش في تكيت ابوك هنا. انت عايز مني يا ايمن؟ ايمن بيه يا متهم؟ مش عايز اسمع صوتك عشان ما ازعلكش، تمام؟ ايمن باشا. ايوه ميرفت. وانا هتعتبروني شاهد زي ما قلتولي ولا ايه؟ انت عايزاها؟ بتسال ليه يا باشا؟ عشان تجاوبي
لو هتحبس معاها مش هسيبها يا باشا. يلا خديها وروحي. والنبي يا باشا، مفيش شاهد بيبات عندنا في الاسم، اتكلوا على الله. طب والمحضر؟ صباح رباح، بكره تكونوا عندي الساعه 10 الصبح. من نجمه هجيبها لك يا باشا. عايز من نجمه من 10 الصبح، اتفضلوا يلا. ماشي يا باشا. بنت يا رباب، عايزه حاجه؟ نبي يا اختي، انا ما عارفه اتشكر لك ازاي. نبي يا بنت، ده احنا واحد، احنا ما قابلناش غير مره واحده بس في الخير. انت جدعه قوي، وانت بميت راجل. ربنا معاكم ويحميكم. يلا بقى، احنا نهزر ولا ايه؟ يلا خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. حاضر يا باشا. مع السلامه. يلا بقى، ده انا جعانه قوي. يلا لك شويه كباب وكفته وحبه علامه تمس. استغفرك واتوب اليك. منور يا عادل بيه، شفت ازاي انا مؤدب؟ منوره ست ساميه. بنورك يا سعد الباشا. منوره يا رباب. بنورك يا باشا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الفتاح بيك كومي، معاك المقدم ايمن عبد العزيز، نائب مامور اسم رود الفرج. ايوه. اهلا ايمن بيه. اؤمر. ايه؟ مين؟ مين اللي اتقبض عليه؟ انت بتقول ايه؟ ارتحتوا يا ايمن بيه؟ ارتحتوا؟ ماشي، بس انا كومي ومش هسكت. افهموا كويس قوي ان ده يبقى ابني. انا جاي، انا جايلك. يا راجل ارفع ايدك. ايه؟ مش هعرف كمان احضن ابني؟ اهدى يا كومي بيه، الله يخليك. لا فؤاد، ابني يا فؤاد. عشان خاطري اهدى شويه. يا فؤاد سيبني اعمل معروف. ايه الدوشه والشوشره يا محمد بيه؟ ايوه فاهم الاستاذ ان احنا بالاسم؟ تمام سعد، اسمي ان شاء الله عادل الكومي. ايه ده، ما تتحطش في الكلام. ابوس ايدك. فوق الكلام مش هسألك. ابوس ايدك كفايه عشان خاطري. خلاص سعادتك بتقول ايه؟ خلاص يا فندم، مفيش اي حاجه. انا بساله هو لو سمحت. نفسي افهم ابني عمل ايه عشان اشوفه بالمنظر ده. وليه سعادتك ما سالتوش؟ لو هو مكسوف منك تعالى خبط على بابي اسالني انا هجاوبك. اما تعمل دوشه كده احنا مش في عزمه سعادتك. اعذرنا يا ريس، الكومي مخنوق على ابنه، اي حد مكانه هيعمل كده. لا يا راجل. حما بيه، تمام سعادتك. خد الاساتذه النبطشيه جوه. تمام سعادتك. واي زعيق او تجاوز لبسوا الكلبش وقعدوا جنب البيت. مفهوم يا فندم، بس انا كنت عاوز هنقابل سعادتك واللي عايز تقوله تحت امرك. تعالى كوبي، اتفضل اتفضل معايا، اتفضل تعالى بس، تعالى تعالى تعالى. ايمن بيه، سعادتك مش شايف ان الموضوع ما يستاهلش كل الاهانه اللي احنا حطينا فيها عادل بيدي؟ الله يستاهل، ما يستاهلش، الموضوع ما يخصناش. بس بيقول يعني اللي بيشيل قربة على دماغه مخرومه بتخر عليه. القضيه دي هتخلص زي اللي قبلها انت عارف، بس اسمح لي بعد اذنك، انت مش شايف ان في شويه تعسف كده؟ والله سعادتك تعسف مش تعسف، احنا بنعمل شغلنا.